عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهب والمؤمنون المؤمنون الموحدون بدار الخلد سكانا اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. عاوز حضرتك تعيش الموقف ده وحاسب نفسك دلوقتي قبل أن تحاسب بين يدي الحق جل جلاله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا أخي أنا أعجب، سبحان الله، الله الملك الحق العدل ومع ذلك يحاسب خلقه في هذا اليوم بعدل مطلق، بل بفضله، بل بفضله بعد عدله. والله لو عاملنا بعدله لهلكنا، والله لو حاسبنا بعدله لهلكنا. قمة العدل وبعده قمة الفضل. تدبر معي، قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، عشان تبقى عارف ان المسائل عدل مطلق. وما ربك بظلام للعبيد، قال سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ذرة، قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قمة العدل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. مسؤولية فردية، لا يحمل إنسان ذنب إنسان آخر ولا يتحمل وزره على الإطلاق، بل ومن أرق صور العدل إعذار الله لخلقه، مع أنه العدل الحكيم اللطيف الخبير يعذر الله لخلقه فيقدم لهم أعمالهم مدونة في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يا الله شايفه كل حاجة أمامك عملتها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أنا شايفه، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إعذار من الله لخلقه، ملكش عذر، ملكش حجة، الكتاب موجود اقرأ كل شيء مدون. كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنا أخفيناها أظهرها الله لنا وأبداها. فيا حسرة قلوبنا في هذه اللحظات على ما فرطنا في دنيانا من طاعة مولانا جل جلاله. وبعد كل ذلك الشهود، مش ممكن شهود الله جل وعلا يأتي بشهود على العبد بعد كل هذا؟ أيوة شهود. من الشهود؟ أعظم الشهود هو الله. إن الله كان على كل شيء شهيدا، والله على كل شيء شهيد. الله. وبعدين الرسول، كل رسول يشهد على أمته، وأمة الحبيب تشهد على كل الأمم، والمصطفى يشهد على أمة الحبيب وعلى كل الأمم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، أي بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، على هؤلاء شهيدة؟ وبعدين الملائكة، الله يشهد والرسول يشهد والملائكة تشهد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة، قال تعالى
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملائكة تشهد. وفي رواية في سنن الترمذي وفي سندها ضعف من باب الأمانة العلمية قال يومئذ تحدث أخبارها قال الرسول أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال أن تشهد الأرض على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها فتقول يا رب عمل كذا وكذا. العبد سبحان الله عنده جرأة عجيبة حتى في هذا الموقف بين يدي ملك الملوك. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام والحديث فيه صحيح مسلم حديث أنس جلس بين الصحابة فضحك عليه الصلاة والسلام وبيسأل الصحابة بيقول لهم مش تسألوني أنا بضحك ليه؟ فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من مجادلة العبد لربه تبارك وتعالى يوم القيامة. الله أكبر. معقول يقول العبد لربه جل جلاله يا رب ألم تجرني من الظلم؟ نعم بلى بلى الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. يقول العبد الجريء لربه جل جلاله يا رب ألم تجرني من الظلم؟ ألم تؤمني من الظلم؟ فيقول الله جل وعلا بلى. فيقول العبد فأنا لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله جل وعلا كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فيختم الله على فيه على لسانه خلاص ما ينطقش بقى اللسان ما يتكلمش. ويأذن الحق تبارك وتعالى لأركانه أي لجوارحه أن تنطق. الله أكبر. تنطق بقى الإيد تتكلم عملت كذا وكذا. الإيد الفرج البطن الرجل كل الجوارح تشهد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يا الله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. العبد يقول أنا لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله كفى بنفسك اليوم عليك شهيدة. فيختم الله على فيه أي على فمه ويأذن لأركانه أن تنطق فتشهد عليه كل جوارحه. ثم يخلى بينه وبين الكلام بعد ذلك فيلعن جوارحه ويقول سحقا لكن وبعدا لكن فعن كن كنت أناضل. لا ويأتي بعد ذلك بقى الفضل بعد قواعد العدل دي يأتي الفضل. إيه الفضل؟ يأتي الفضل لأهل التوحيد والإيمان فيبدل الله سيئاتهم حسنات فيبدل الله سيئاتهم حسنات. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. وفي رواية جميلة أوي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله جل وعلا لملائكته اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. اعرضوا عليه في الصحيفة الذنوب الصغيرة وداروا الذنوب الكبيرة دلوقتي. اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. قال فتعرض عليه صغار ذنوبه ويقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا 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 يوم كذا وكذا فقل نعم. يقول المصطفى لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. يا دي المصيبة دي صغائر الذنوب فقط اللي كان نسيه واللي ما كانش كله موجود فهو مشفق من أن تعرض عليه الذنوب الكبيرة. وفي هذه الحالة من الفزع والرعب يقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة. الله أكبر. تبدل السيئات حسنات. إن لك مكان كل سيئة حسنة. فالعبد هنا بقى يتجرأ وقلبه يجمد فيقول يا رب لقد عملت أعمالا يعني ذنوب مصايب كبيرة لقد عملت أعمالا لا أراها هنا عاوزها عشان تبدل هي الأخرى حسنات. مش ممكن. ثم يزداد الفضل
فتضاعف الحسنات لأهل التوحيد لرب الأرض والسماوات، تضاعف الحسنات. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي مسند أحمد بسند الحسن من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها أو أغفرها. الله أكبر. الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بمثلها أو أغفرها. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فعملها كتبها الله له حسنة كاملة. من هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. شايف الفضل؟ هذه قواعد عامة للحساب. يا ترى، خلي بالك من السؤال ده، يا ترى من هي أول أمة ستحاسب بين يدي الله جل وعلا؟ ومن هم أول من سيقضي الله بينهم من أفراد هذه الأمة؟ وما هو أول شيء سيحاسب عليه العبد بين يدي الله؟ وما هو أول شيء يقضي الله عز وجل فيه بين العباد؟ كل هذه الأسئلة نتعرف على جوابها غدا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. الله أسأل أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تحرمنا من صحبة حبيبك المصطفى كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.